بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيليغ إي كومبخوندغ. طبعا كنا قد أنهينا هاد الفقرات المتعلقة ب لوسون أون. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى هذا الصوت، سنرى الصوت او، صوت او كما نلاحظ انه ينطق كحرف او، ثم طبعا يكتب بحرف او، ايضا يكتب ب ا اي، ايضا يكتب ب ا اي ويكتب ب ا اي كما في كلمه مثلا لوبو لوبو. ثم عندنا شوفال شوفال، طبعا كلمة شوفال في الجمع نقول شوفو، تكتب أي، تكتب أي، أو كما في كلمة لو لو، طبعا أو كلمة أو ممكن تعني الماء. إذا نتكلم عن كلمة لو أو أو كما عندنا هنا وتعني الماء، إذا تكتب بهذه الطريقة. طبعا إذن كما قلنا نتحدث هنا عن صوت أو الذي ممكن أنه يكتب بحرف أو كما ذكرنا، ويمكن كتابته بأي و أي. إذن كما قلنا الآن لو بو لو بو شوفال صوت، لو بو شوفال صوت. regardez sur l'image qu'est-ce qu'on voyons qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Bien sûr, nous voyons un cheval qui saute. Un cheval, voilà, c'est le cheval qui saute. Il saute. Il saute. Narahisanen yakfiz. Le verbe sauter. Et de le beau cheval saute. Il y a notre kelim an al-hisan jamil. Taban, في المؤنث نقول بال. مثلا نقول لا بيل في، البنت الجميلة. هنا نقول لو بو شوفال، إذا الحصان جميل. صوت صوت أنه يقفز. إذا عندنا كلمة بو كي كومبخون لو صون أو إي كي سيكخي أفيك أو أي. أوسي هنا لو مو صوت كي كومبخون لو صون أو، Mais cette fois-ci, il s'écrit avec AU. Idem, عندنا كلمة بو التي تتضمن صوت أو يكتب ب AU. أيضا عندنا كلمة صوت التي تتضمن نفس الصوت ولكن في هذه المرة يكتب ب AU بدون هاد أ. إذا لحساب كل كلمة والحروف اللي فيها لو بو شوفال صوت. ابخي هنا سي سيلاب طو بو بو. regarde ici on a بو بو qui se prononce de la même façon. après on a go بو 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 la même chose ici. on a ici les deux syllabes aussi se prononcent de la même façon. Pou, pou. Après, on a mot, mot, vous, vous. Co, so, so. Co, so, so. Et d'un nuit, to, beau, beau. Go, pou, pou. Mot, vous, vous, vous. Co, so, so. ثم او لو بو شوفال ايل صوت برافو، او لو بو شوفال ايل صوت، ايل صوت برافو. اذن اين الحصان الجميل، اين الحصان الجميل، ايل صوت هو يقفز، برافو تشجيع. او لو بو شوفال Il saute, bravo. Il saute, bravo. Tu m'as dit un ad, al-faqra. On a on,
Par exemple, pont, bon, long, rond, rond, ton, ton, tron, pron. Après, on a le son on. Par exemple, pont, bon, long, rond, ton, tron, pron. Après, on a le son o. Par exemple, pour, beau, l'eau, ro, trop, trop, pro. Nous réduisons la souhaite. On a le son en, par exemple, pont, bon, long, rond, ton, tron, pron. Le son en, par exemple, pont, bon, bon, long, rond, ton, tron, pron. Le son O, par exemple, po, bo, lo, ro, to, tro, pro. ثم نأخذ مرة أخرى هذا الصوت. عندنا O, O. إذن هذا الصوت ينطق هذا الصوت. إذن عندنا O, O. إذن نفس الصوت له كتابتين مختلفتين. إذن عندنا أنسو, أنسو. كما نقول قفزة. رأينا قبل قليل إرصوت هو يقفز. إذن عندنا أنسو قفزة. ثم عندنا لو باتو, لو باتو. نتكلم عن الباخرة. طبعا تكتب في آخرة بهد الكتابة, تكتب E-A-I في آخر الكلمة لو باتو. ثم عندنا إن أوتو, إن أوتو. نتكلم عن السيارة, نقول مثلا إن أوتوموبيل. إذن هذا اختصار لهذه الكلمة. إذن عندنا أوتو. كما نلاحظ عندنا أو وعندنا أو, نفس الصوت لكنه يكتب كتابتين مختلفتين. ثم عندنا إن فوت, إن فوت خطأ. إذن طبعا كلمة فوت تكتب أي, إن فوت. ثم عندنا إن أبول, إن أبول. نتكلم عن الكتف. إن أبول, أبول, إن أبول. إذا نتكلم عن الكتف, كتف الإنسان يسمى أبول. أيضا يتضمن هذا الصوت بهذا الكتابة بأي. ثم عندنا كلمة لو شابو, لو شابو. نتكلم عن الطربوش إلى غير ذلك. طبعا يكتب أي مثل كلمة لو باتو في آخر الكلمة. ثم لو كوتو, السكين. لو كوتو, لو كوتو. لو تابلو, لو تابلو. لوحة مرسومة مثلا. نتكلم عن السبورة. إذا نتكلم عن لو تابلو, لو تابلو. أو نتكلم عن الجدول, الجدول أيضا يسمى لو تابلو. إذا نعيد. أنسو, le bateau, une auto, une faute, une épaule, le chapeau, le coteau, le tableau. Après, nous prenons ce paragraphe qui comprend ces phrases. Nous prenons la première. Mickey a sauté sur la table. Mickey a sauté sur la table. إذن ميكي, القط ميكي, a sauté. أنه قفز, قفز. عندنا لو verb sauté, ولكن الحقيقة اش عندنا؟ عندنا لو participe passé du verbe sauté qui est précédé par l'auxiliaire avoir. إذن نتكلم على لو participe passé الخاص بفعل sauté مسبوق ب l'auxiliaire avoir. Au présent, chiatina, chiatina, le passé composé du verbe sauter. Idem chiatina, le mardi dit le fil sauter. Idem, قبل قليل رأينا, il saute, هو يقفز, كأنه يقفز الآن. هنا عندنا le présent, ديال le verbe sauter. هنا عندنا le passé composé, الخاص بفعل sauter. Idem, Mickey a sauté. Idem, القط Mickey, أنه قفز.
sur la table, فوق المائدة. إذن ميكي a sauté sur la table. Papa a acheté une belle auto. Papa a acheté. Ici aussi on a le verbe acheter conjugué au passé composé. إذن هنا عندنا le verbe acheter أنه مصرف في le passé composé. علاش؟ حقاش هنا عندنا le participe الخاص بفعل acheter مسبوق بلوكسيليار avoir مصرف في البريزون. Papa a acheté. Papa a acheté. الأب أنه اشترى كيسكال acheté une belle auto. اشترى سيارة جميلة. Papa a acheté une belle auto. Après, dans la rue, في الطريق, dans la rue, في الطريق, أو في الزقاق, في الزنقة, ne roule pas à gauche. إذن, ne roule pas à gauche. لا تسوق, أو لا تسير بالسيارة, أو لا تسير بالدراجة. نتكلم على لو فيرب رولي. هاد الفعل رأيناه فيما سبق. ذكرنا بأن لو فيرب رولي كما نقول تدحرج. هذا قلنا بأنه يتعلق بالعجلة. ثم رأيناه يتعلق بكل شيء عنده عجلة. ثم رأيناه بأنه يتعلق بكل شخص يركب شيئا له عجلة. إذا نتكلم عن لو فيرب رولي. نقول مثلا il roule très vite. إذا هو يسوق بسرعة. إذا ne roule pas à gauche. إذا لا تسوق لا تسير بالسيارة أو بالدراجة. Ne roule pas à gauche. يعني لا تسير بهذه الأدوات الخاصة بالنقل على اليسار. على اليسار. عليك أن تسوق على اليمين. طبعا هذا يتعلق بالدول اللي عندهم هذا القانون. هناك دول أخرى تسوق على اليسار. إذا ne roule pas à gauche. لا تسير بالسيارة أو بالدراجة على اليسار. يعني لا تسير على اليسار. إذا كما قلنا دون لا غي دون لا غي نو غول با نو غول با أغوش. بابا أمال أليبول. بابا أمال أليبول. إذا الأب أو أبي أمال عنده سوء أنه يتألم عنده ألم. أليبول أليبول يعني في الكتف. المقصود أن كتفه تؤلمه. بابا أمال أليبول. ثم لو شوفال أكوري. لو شوفال أكوري. إل فا بواغ. إذن الحصان أنه يجري أنه جرى. الحصان جرى. المقصود أنه ذهب يجري. إل فا بواغ هو ذهب ليشرب. إل فا بواغ. Il va boire. هو ذهب ليشرب. طبعا لو فيرب بواغ يعني فعل شرب. هنا عندنا لو فيرب كوغيغ. بالأحرى عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كوغيغ مسبوق ب لوكسيليار افواغ كما تنشوفو. ولكن مصرف لي مصرف في لو بريزون. إذا لو شوفال أكوغي. Il va boire. René, donne-lui de l'eau. René, donne-lui de l'eau. René, اعطيه. Donne-lui. Donne-moi, اعطيني. Donne-lui, اعطيه. De l'eau. من الماء. كلمة لاحظوا. كلمة أو. يعني الماء. التي رأينا قبل قليل تماما كهاد الكلمة. Le cheval a couru. Il va boire. روني دون لوي دولو. روني دون لوي دولو. روني اعطيه من الماء. ثم صوت سور لو ميغ. صوت سور لو ميغ. راينا قبل قليل ايل صوت هو يقفز. هنا عندنا ايل صوت. عندنا هاد لو فيرب صوتي مسبوق بهاد ايل. هنا عندنا صوت ما معاهش الضمير. ما حتى شي ضمير. المقصود هنا اننا نتحدث على امر. صوت سور
le mur. Iqfiz ou iqfizi. Sur le mur. Sur le mur. Fawqa al-haqit. Fawqa al-jidar. Non, le mur est trop haut pour moi. Idan, shakhs yaqul al-akhar. Saute sur le mur. Iqfiz fawqa al-jidar. Yujibuhu al-shakhs tani. Non, là. Le mur est trop haut pour moi. الجدار اطخوه انه جد عالي هو يعني عالي با يعني انه قصير اطخوه انه جد عالي pour moi بالنسبه لي اذا بالنسبه لي انا الجدار انه جد عالي نو لو مور اطخوه pour moi نو لو مور اطخوه pour moi اذا نعيد Saute sur le mur. Non, le mur est trop haut pour moi. Non, le mur est trop haut pour moi. Tuma indana. Maman a pris un couteau. Maman coupe le gâteau. Maman a pris. Ummi anna akhadhat. De la même façon ici, on a le participe passé du verbe. Prendre précédé de l'auxiliaire avoir au présent. Alors là, on a le passé composé du verbe prendre. Et de l'adna, aide le participe passé. Al-khasb fait prendre masbouq, l'auxiliaire avoir, fait le présent. Et de l'adna, le passé composé. Al-khasb fait prendre maman a pris. Et de maman a pris. الأم أخذت أو أمي أخذت أن كوتو رأينا الكلمة قبل قليل أخذت سكينا لكوتو أخذت سكينا مامو كوب مامو كوب لغاتو إذن أمي تقطع الكعكة كوب سلوفرب كوبي هذا فعل قطع كوب هذا لو فيرب كوبي هذا فعل قطع اذا عندنا لو فيرب كوبي وعندنا لو فيرب كوبيي كوبي انك تتنسخ شي حاجه تتنسخ منا شي حاجه عندك واحد الصوره تتنسخ منا صوره اخرى عندك واحد الكتابه تتنسخ منا كتابه اخرى مثلا كما على الحاسوب ان تستعمل هذه الكلمات اما لو فيرب كوبي فكانك تقطع تعد شيء وتأخذه إلى مكان آخر إذن لا تستنسخه بل تأخذه كاملا وتضعه في مكان آخر إذن نتكلم عن لو فيرب كوبي كأنك تقطعه إذن هنا عندنا مامون أبخي أن كوتو مامون كوب لو غاتو ثم روني أبخي أن غرو مارتو روني أبخي أن غرو مارتو طبعا كلمة مارتو تعني مطرقة تعني مطرقة روني أبخي de la même façon maman a pris un couteau ici on a روني a pris un gros marteau إذن هنا عندنا روني أنه أخذ un gros marteau مطرقة ضخمة مطرقة ضخمة روني طاب سور لو كلو إذن روني يضرب سور لو كلو على المسمار روني طاب طبعا عندنا لو فيرب طابي روني طاب سور لو كلو إذن روني يضرب فوق المسمار لو كلو هو المسمار إذن نعيد روني أبخي أن غرو مارتو روني طاب سور لو كلو مامون أمي مامون أمي لاحظ هنا عندنا ديما هاد لوكسيليا أفواغ تيجي قبل من هاد لو بارتيسيب إذا هنا عندنا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل ماتر كما رأينا فيما سبق هذا لو فيرب ماتر خدينا منه هاد لو بارتيسيب باسي وكما ذكرنا بأن كل فعل عنده لو بارتيسيب باسي الخاص به اللي خاصنا نحفظوه إذا لو بارتيسيباس الخاص بفعل ماتر
اللي هو فعل وضع، هاد لو بارتيسيب باسي هو هاد مي، ما تتغيرش مع جميع الأزمنة المركبة اللي تنوضعو قدامها هاد لوكسيليير، يا كان إتخ أو أفواغ. بحال دابا هنا عندنا أفواغ، لأن مامون غتوضع شي حاجة أخرى، لو كانت غتوضع راسها أو كانت هي اللي غتوضع طبعا غنديرو هنا إتخ. إذن مامون أمي، إذن الأم أن وضعت، شنو وضعت؟ أن بو شابو، وضعت طربوشا جميلا، إي أن مونطو غري، إي أن مونطو غري. ثم وضعت معطفا رماديا، إذن مامون أمي أن بو شابو. طبعا لوفيرميتر أنه فعل وضع، وضع معطفا يعني لابس معطفا، وممكن تعني أنك تضع شيئا، ممكن تعني أنك تضع شيئا في مكان ما. إذا نتكلم على لوفيرميتر يأتي بهذه المعاني، مامون أمي أن بو شابو، إذا الأم أن وضعت طربوشا جميلا، المقصود أن الأم لابست طربوشا جميلا، إي أن مونطو غري، إي أن مونطو غري، ثم لابست معطفا رماديا. كلمة مونطو كما نلاحظ، كلمة شابو أنها تتضمن هاد الأصوات، كلمة بو شابو مونطو أنها تكتب هاد أو أ إي كما تلاحظوا، كما نلاحظ وتنطق أو. إذا نعيد، ميكي أ صوتي سور لا طابل، بابا أ أشتي إن بيل أوتو، دون لا ري نو رول با أ غوش، بابا أ مال أ ليبول، لو شوفال أ كوري إل فا بواغ، روني دون لوي دولو، صوت سور لو مير، صوت سور لو مير، نو لو مير إي ترو هو بور موا، مامون أ بخي أن كوتو، مامون كوب لو غاتو، روني أ بخي أن غرو مارتو، روني طاب سور لو كلو، مامون أمي أن بو شابو إي أن مونطو غري. ثم نكمل مع هذه الأصوات والكلمات، عندنا أو vo o vo po so in auto in faute le chapeau comme exemple. voilà c'est un chapeau. نستكمل الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.